اشتعل جدل واسع في العراق خلال ساعات بعد إعلان ما يعرف بالعتبة العسكرية للوقف الشيعي الاستيلاء على جامع السامراء التاريخي، والذي يحظى بأهمية دينية وتاريخية لدى أهالي مدينة السامراء والعراق أجمع. بدوره انتقد المجمع الفقهي العراقي الأمر ووصف الاستيلاء على المسجد والمدرسة الدينية بالخطير، محذرا من عواقب وخيمة وفق ما جاء في بيان له، كما اعتبر شيوخ ووجهاء مدينة السامراء عملية الاستيلاء على جامع المدينة الكبير بأنه أشبه بالاغتصاب، محذرين من خطورة تصرفات العتبة العسكرية في المدينة. كذلك أصدر الوقف السني بيانا أعلن فيه رفضه ما رآه الاغتصاب العلني للأوقاف والمستمر خلال السنوات الماضية دون حسيب أو رقيب، مطالبا بتدخل الجهات ذات العلاقة لإيقاف الفتنة بحسب البيان. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع وتداعياته المرتقبة معنا هنا في الاستوديو الأستاذ جاسم الشمري، الكاتب والمحلل السياسي العراقي. أهلا بك معنا أستاذ جاسم. أهلا بك. بداية، ما أسباب ومبررات هذا الاستيلاء؟ نعم، شكرا لكم. أنا أعتقد أنه هذا ليس الحادث الأول، نحن نتحدث عن عشرات الجوامع والمساجد التي اغتصبت في العراق بعد عام 2003. نعم. وهذا الأمر حقيقة لا يتفق حتى مع الفقه الشيعي. نعم. لأن الأوقاف الشيعية أو الفقه الشيعي يحرم اغتصاب هذه المساجد، لكن يبدو أن الحالة في العراق بعد عام 2003 هي ضمن حالة الربكة العامة، وبالتالي هذا الأمر لا يوجد له أي مبرر شرعي أو قانوني أو سياسي أو أخلاقي. وعليه ما جرى في قبل أيام هو ليس جديدا، نحن نتحدث عن حالة بدأت في عام 2006. نعم. في 6 شباط 2006 عندما تفجير مرقدين. نعم. بعد ذلك بدأت محاولات للتضييق على الجامع، أصبح من يدخل إلى الجامع وإلى المدرسة المرقدين عسكريين في سامراء، بجنبهما جامع سامراء الكبير الذي بني قبل 800 عام تقريبا. نعم. وجنب الجامع المدرسة الدينية. نعم. هي مدرسة، يعني كما يقال هي المدرسة الدينية في سامراء، والتي بنيت في زمن السلطان عبد الحميد في. نعم. الدولة من الدولة، يعني هو أشبه بمجمع يجمع مكونات. تمام. شيعية وسنية دون أي إشكال على مدار التاريخ. الأصل جميعها. نعم. سنية. نعم. يعني ثم تم تحويل ما بعد 2003، تم تحويل المرقدي الإمامين عسكريين إلى الوقف الشيعي، وإلا هنالك مستندات شرعية وقانونية تؤكد عائدية هذه. نعم. إذن هما بنية واحدة. نعم. نعم. وهي بأكملها عائدة إلى الوقف السني، لكن نحن نتحدث عن واقع الحال. نعم. بعد عام 2014 منع من الدخول إلى هذا الجامع، وتم نقل المدرسة الدينية إلى جامع آخر، وبالتالي أغلق الجامع منذ أكثر من 800 سنة. عاد الجامع لا يؤذن، لا صلاة فيه. تحت مبرر ماذا أستاذ جاسم؟ تبقى حجة الإرهاب. نعم. هي الحجة المبرر الأكبر لهذه الخروقات المجتمعية والأخلاقية قبل أن تكون شرعية ودينية. نعم. لأننا نتحدث عن مدينة مغلقة لطائفة معينة من العراقيين، كيف يراد أن يعني أن تثار هكذا فتنة طائفية؟ يعني هل هنالك أزمة في المساجد الشيعية الحسينيات الجوامع؟ لا يوجد أزمة، هنالك يعني مئات المساجد والحسينيات في كل مكان. نعم. هل هناك من هدد بتفجير الجامع، بالتالي حفاظا على أرواح الناس تم غلق الجامع مثلا؟ أبدا، لا يوجد هذا الأمر، هو كأنه مخطط كما ذكر الشيخ أحمد حسن الطاهة رئيس المجمع. نعم. الفقهي بالأمس في لقاء مع قناة ديوان التابعة لوقف السني، قال هذا مخطط منذ عام 2006. الغاية أين يريدون أن يصلوا طالما أنه مخطط؟ يريدون أن ينقلوا هذا الوقف إلى الوقف الشيعي، وبالتالي معلوم بالشرع أن الوقف على شرط الواقع. نعم. ونحن نتحدث عن قضية خطيرة، ربما بعد أن تم انهيار الدولة العثمانية هنالك اتفاق ما بين الدولة العثمانية والدول الموقعة على، أعتقد، اتفاقية لوزان. نعم. على بقاء
السلطة العثمانية على الأوقاف في كل مكان في العالم. وهنا يعني أنا أتحدث هنا عن معلومة من داخل السامراء، ربما إن لم يتوقف الوقف الشيعي عن هذا التجاوز ربما يتم تدويل القضية ودخول تركيا على الخط على اعتبار هي الوصية على الوقف منذ عهد السلطان. ماذا يمكن أن يترتب؟ ما الخطورة التي يمكن أن تترتب على هذا الإجراء؟ أنا أعتقد هو يعني لا قدر الله هي فتنة، ونحن لا نأمل أن تكون هنالك فتنة بسبب يعني قضايا يمكن أن تكون في مكان آخر. يمكن أن لا يكون يعني هذا المكان لجامع للفئة يعني الطائفة الفلانية أو الفئة الفلانية، يمكن اختيار جامع آخر. لماذا الإصرار على هذا الجامع وكأنه محاولة لإشغال أو إشعال الفتنة ما بين العراقيين؟ تعلم جنابك أنه كافة الهيئات الدينية في داخل وخارج العراق أعلنت استنكارها لهذا الفعل، وطالبت الحكومة من يدعي أنه يحارب الإرهاب يفترض أن يحارب الإرهاب بكل أنواعه. هذا نوع من أنواع الإرهاب. نحن نتحدث عن إرهاب ما بين هلالين شرعي يراد منه تحفيز الآخرين لرد فعل معين، وبالتالي أستاذ جاسم، هل هذا الاستيلاء، وسأتي معك على السؤال مهم لتعرفنا بالتشكيل المسمى بالعتبة العسكرية، نريد أن نوضح للمشاهد ما هي هذه العتبة وكيف تقوم بالاستيلاء ولمن تتبع ومن يغطيها، لكن هل هناك مراجع دينية شيعية معتبرة في العراق استنكرت هذا الإجراء؟ أظن اليوم أحد المراجع الشيعية الشيخ فاضل يعني استنكر هذا الأمر. هل له وزن بالحالة الشيعية العراقية؟ له وزن، نعم، وبالتالي أنا أعتقد أنه عموم شيعة العراق لا يقبلون بمثل هذه التصرفات، لأن هنالك يعني أدوات يعني ربما استغلت قضية الوقف. تعلم جنابك الوقف في العراق انقسم بعد عام 2003 إلى ثلاثة أوقاف، الوقف الشيعي، الوقف السني، الوقف المسيحي. وقبل عام 2003 لم يكن هذا الأمر موجودا، كانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تدير الشؤون تدير هذه الأمور يعني بشكل كامل. وعليه حينما أراد الوقف الشيعي يعني مع الأسف استحوذ على كثير من الجوامع في بغداد وفي بقية المحافظات، وهذا بمبررات ماذا؟ بمبررات أنه يعني القضية صارت يعني تاريخيا هذا لنا وهذا لا أبدا لا يوجد هذا الأمر، يعني باليد الجبرية يعني. نعم، بالقوة والتسلط والتهجير والتخويف والترهيب، وهذا الأمر لا يتفق لا مع الدين لا مع الشرع لا حتى مع كتب الشيعة التي تؤكد على أنه لا يمكن اغتصاب الوقف من طرف ودور العبادة وما إلى ذلك. وبالتالي هذا الوقف كما تعلم جنابك يقال هنالك قاعدة شرعية تقول الشرط على وقف الشارع، الوقف على شرط الواقف، وبالتالي من أوقف هذا الأمر يبقى كما هو، يبقى كما هو ولا يمكن التلاعب به. هذا التشكيل العسكري الذي قام بعملية التنفيذ والسيطرة، العتبة العسكرية الشيعية، لمن تتبع هذه العتبة؟ هي تابعة للوقف الشيعي، يعني هي معروفة، هنالك ثلاث عتبات. يعني وقف لديه ميليشيا عسكرية أم أنها تابعة لوزارة الداخلية؟ لديه نفوذ سياسي بعيدا عن الحكومة، بعيدا عن الدولة. يعني تعلم جنابك أنه اليوم القوة الدينية بين هلالين الشيعية هي أقوى من الدولة. يمكن بفتوى واحدة من المرجع الشيعي آية الله على السيستاني ممكن أن يقلب الأمور في العراق رأسا على عقب. إذن حتى نكون بالصورة والمشاهد، هذه المسمى بالعتبة العسكرية الشيعية هو تشكيل لا يتبع لأجهزة الدولة الأمنية ولا للدولة، هو تشكيل، هو كيان ديني تابع للوقف الشيعي في العراق. نعم، هنالك العتبة الكاظمي في النجف وفي كربلاء وفي سامراء، وبالتالي نحن نتحدث عن مكان تابع طب الحاجة أستاذ جاسم يعني ما حاجة الوقف الشيعي لحالة عسكرية تحت يده تحت نفوذه؟ هذه قضية هي مهمة. نعم، نحن نتحدث عن محاولة ربما بدأ الحديث عنها منذ أكثر من 7 سنوات لترتيب مدينة ثانية في محافظة صلاح الدين تسمى محافظة سامراء. نعم، ربما يراد من هذه أن تكون هي المركز الإداري أو
المرجع الديني، وتعرف جنابك أنه هذا المكان هو يعتبر كما يقولون هو مكان غيبة الإمام المهدي الثاني عشر لدى يعني عقيدة الشيعة الاثنى عشرية، وبالتالي هم ينظرون إليه على أنه مكان مهم جدا، وعليه حينما يؤخذ هذا المكان ويكون من يعني تشكيلات الوقف الشيعي له قيمة تاريخية بطبيعة الحال. هل تاريخية هل تتوقع أن يعني يتم تدخل أكبر من المراجع الشيعية، تدخل أكبر من الحكومة، لأن ذلك يمكن أن يفضي إلى اقتتال طائفي بالنهاية؟ هل هذا متوقع أم أن هذا المسجد سيذهب كما ذهب غيره؟ سحبوا المنشور يعني الذي نشر وغيروا فيه اسم الجامع الكبير إلى مسجد ولي الأمر اسمه، وبالتالي هم اضطروا لسحب المنشور، وكان الضغوط السياسية والشعبية آتت يعني ثمرتها، وبالتالي أعتقد أنه ليس من الهين التلاعب بمثل هذه الأوقاف المعلومة تاريخيا أنها تابعة للوقف السني. أعتقد أن الإرادة الشعبية قبل الإرادة السياسية كانت حاضرة في هذا الملف، وبالتالي أعتقد أن القوة التي أرادت والتي هي أنا في تقديري لا تحب الخير للعراق، لأن من يحب آل البيت ويحب الخير للعراق لا يمكن أن يسعى إلى إشعال الفتنة ما بين المواطنين. نهج الإسلام ونهج آل بيت الكرام ونهج الصحابة الكرام هو نهج يعني يدعو إلى السلم المجتمعي بالذات في دور العبادة يعني. نعم، وبالتالي من يدعو إلى هذه الفتنة هو لا يريد الخير لا للإسلام ولا للشيعة ولا للعراق. وأعتقد أن الضغوطات الشعبية أجبرت هؤلاء على إنهاء هذا الملف، وهذا ما نتمنى. نأمل يعني وأن تكون هناك موقف حقيقي للحكومة المركزية ولمجلس النواب، أن يكون لهم موقف حقيقي في ضرورة أولا احترام مثل هكذا مساجد تاريخية، ثانيا إعادة المساجد الأخرى المغتصبة، من أجل أنه من يدعو إلى السلم المجتمعي يفترض أن يهيئ الأرضية للسلم المجتمعي. تعلم جنابك السلم المجتمعي ليس أنشودة ولا أغنية، وإنما هو بحاجة إلى يعني أفعال تؤكد السلم المجتمعي. أما أن تبقى بعض القوى الخفية الداخلية والخارجية تتلاعب بمعتقدات ويعني مشاعر العراقيين حتى من السنة أو الشيعة، أنا لا أتحدث عن طرف واحد، بالتالي من يحاول التلاعب على هذه الأنغام أعتقد جازما أنه لا يحب الإسلام ولا يحب نهج النبي الكريم ولا يحب نهج آل البيت ولا يحب نهج الصحابة، وإنما هو مدفوع الأجر من قوة خارجية شريرة إرهابية لا تريد خير للعراق والعراق. نعم، كل الشكر لوجودك معنا أستاذ جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي العراقي، وهذا التوضيح لتداعيات هذا الاستيلاء الذي نأمل. المرجع الشيعي هو فاضل البديري. البديري أصدر بيانا نأمل أن يتحرك هو ومن هو أعلى منه بطبيعة الحال لإرجاع الأمور إلى نصابها، وأن الأمور عادت كما كانت، ونأمل أن يعاد افتتاح المسجد الكبير لأهالي سامراء، وأن تؤد هذه الفتنة لأنها لا تأتي إلا بالشر للعراق، وهذا ما لا نتمنى. نعم، طبعا نشير أن المسجد مغلق منذ عام 2006 للأسف، منذ عام 2014 ولحد الآن. نعم، كل الشكر لك أستاذ جاسم الشمري، وهذا التوضيح الهام في هذا الملف الحساس في الحالة الطائفية العراقية.